إزار خنفير. البلجيكي في أول مباراة ليه مع المنتخب الوطني التونسي، مباراة دولية ودية ضد المنتخب الكوري الجنوبي، المباراة الثانية ستكون ضد المنتخب البلجيكي. تبادل كروي ممتاز، يدخل زهير زوادي، زهير زوادي، زهير زوادي، إمكانية الهدف والهدف الأول للمنتخب الوطني التونسي. الهدف الأول للمنتخب الوطني التونسي ضد كوريا الجنوبية في سيول. زهير زوادي، زهير الزوادي يسجل للمنتخب الوطني التونسي. عملية ممتازة جدا وتبادل كروي ممتاز. شوف ياخذ الكرة من وسط الميدان، زهير الزوادي يدخل وياخذ المبادرة، وعلى يمين الحارس سونغريونغ. فرحة نزار خنفير وبنك المنتخب الوطني التونسي. شوف المنتخب كيف يبدا يلعب لما ما يكونش عليه الضغط، ما ثمش ضغط على المنتخب الوطني التونسي. مباراة دولية ودية، المنتخب طريقته الكل تتبدل على كل